أتأمل أيها الأحبة في واقع أمة اليوم على اختلافها، ما ضعفت الأمة في حياتها اليوم إلا لما أعرضت عن القرآن، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نتأمل أيها الأحبة كم نصيب القرآن في حياتنا اليومية، وكم نتلو من الآيات أيها الأحبات. اليوم أصبح الهجران لكتاب الله عز وجل هجراناً واضحاً سلوكياً عملياً. وإذا تأملت فانطلق إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تكلم على أنواع الهجران، قال: من هجرانه هجران تلاوته. نسأل أنفسنا كم يأخذ القرآن من حياتنا اليومية؟ هل نحن ممن يقرأ كل يوم جزء، كل يوم صفحة، كل يوم جزئين؟ هل نحن كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إذ كان يختم القرآن كل 3 أيام إلى أن لقي الله عز وجل؟ لربما بعض من المسلمين تسأله: كم ختمة ختمت كتاب الله عز وجل؟ يقول: أتذكر منذ 5 سنوات ختمت ختمة من القرآن. أليس هذا من الهجران؟ نقول: بلى. هجر الناس فهم آياته ومعانيه. وكم نجد اليوم في حياتنا أيها الإخوة نتلو الآيات، بل نحفظها ونصلي بها ونسمعها من الأئمة ونحن لا نفهم شيئا من معانيها، لا نفهم المعنى، فضلا عن هجران ما يسمى العمل بكتاب الله عز وجل. وكأن القرآن إنما أنزل على الصحابة لم ينزل علينا نحن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.